بعيداً عن لغة الأرقام والجغرافيا، تستمر حركة نزوح اللاجئين السوريين إلى لبنان، حيث عبر خلال الأيام القليلة الماضية في المناطق الحدودية وخاصة منطقة عرسال والقاع أكثر من 2000 نازح سوري من سكان محافظة حمص. البعض يتحدث عن واقع مأساوي يعيشه النازحون، والبعض الآخر يقول إن بينهم عناصر مسلحة. وتحدثت معلومات عن عملية دهم في منطقة القاع وتوقيف عدد من الأشخاص، حيث تم تسليمهم إلى القضاء العسكري، وترددت معلومات عن أنه تم الإفراج عنهم مؤخرا، فإلى القاع اتجهنا. يقال أنه صار في عملية مداهمة من قبل الجيش اللبناني لمنطقة القاع، لأنه كان من بين النازحين منشئين عن الجيش السوري. هذا الشيء سمعناه بالإعلام فقط، بس نحن ما شفنا شيء. يعني نحن عندنا شرطة بلدية وعندنا دوريات بقلب الضيعة وكذا، ما حصل هذا الشيء، ما شفنا هذا الشيء. يعني نحن ما فينا نعرف أي المنشأ وأي العسكري أو مش عسكري، ولكن القوى الأمنية موجودة بكثرة على الحدود. يعني هلا بتشوفي بنفسي في 8 نقاط للجيش، ومهتم الجيش بهذا الموضوع على اكمل وجه. في كثير ناس هنا، وصار في كثير ناس اكلها عيال طلعت لبرا لفاء على العيال كثير. يعني وانا عم شريعه صار فيها نازحين. ما بدي احكي. ما بدي احكي. ما بدي احكي. ما بدي احكي. أنا يوميا بطلع وجهي عم تطلع النازحين لفوق. على لبنان. بتنزل بتجيب نازحين على لبنان؟ نعم. من أي منطقة أنت؟ من أي منطقة؟ من منطقة صير. مطاط صاير مطاط حمص من المكان اللي جيهم جيبه. ما في منشئين ضمن النازحين؟ منشئين؟ لا لا ما في ما في. شو عندك؟ اللي طلعوا ما بعرف، منشئين الجيش ما بيجي لهم لهدول، ما بعرف وين بيروحوا. وهاو اللي شايفين المقبلك اطفال صغار، اطفال صغار هذول كلهم نازحين. انت كنت بالمدرسه شي بسوريا؟ ايه. فتي عن المدرسه هاي السنه؟ لا جينا لها. باي صف انت؟ انا نجحت على الخامس، هان رجعوني على التالي. مشتاقه لسوريا؟ مش مشتاقه لسوريا؟ ليه؟ لأن فيها ضرب وقتل. ليه مش مشتاقة لسوريا؟ لأن ما فيها حل. ليه؟ عم يجرمونا بالدبابة. البعث الموجود ذاك فاق منه الخزان، القناص بيوقف من الجهة الشرقية دائما، هذه في الناس هان دائما بيضل هوني. في خوف هلا انتم كثير قريبين من الحدود. نعم. في خوف؟ في خوف. انه شو؟ في خوف واحد يطقنا شو صار زيتنا بالارض.